بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على حضرة جمال النبي، صل على النبي تكسر صلاة الحبيب النبي كلها مكسر. ما بنزلش بام يوم الحد، بس هنزل بام يوم الحد لان اقول لكم البام القديمة انباعت، لان انا واخويا التليفونات باظت من كتر الرن. البقرة الراخية والبقرة بتاعت يوم الجمعة انباعوا، تم البيع، عشان الناس اللي بتزعل مننا ان احنا مش عارفين نرد على التليفونات. معانا خالته الهولشتاين اهو، ابو صحه سليم اللي الناس بتدور عليه بابره في كوم جاش. معايا خالتي البراوي نمبر 1، الكيلو اللبن بتاعه ب 8 جنيه ده ومضدقه، صلى على النبي، عجله 6 سنات ومضدقه. ومعايا الفرزية بالألوان الطبيعية. معايا أول واحدة ده إيه؟ خالد براوي رقم 1. صلى على رسول الله، صلى على الحبيب النبي، وحد الله. تعالى ست سنات مع الدقة والبيت ذاته والملقان. صلاة الحبيب النبي دي لبنها ان شاء الله 27 كيلو مع الدكر ده، الدكر بتاعها خالد بارون شكله. النبي استسمح الوجوه. هات التانية كده بقى، ده هي اللبن فيها 27 كيلو. صلى على النبي، قول له فرزية فرزية أم النتاية. تعال بوز وتزعم من الحاج تاني ولد مسوية جديد. اللبن 24 كيلو 12 و12 مع النتاية ده اهي شكله. السعر ده ايه؟ حي على الفلاح كده. خليط البراوي ب 44,500، صلى على الحبيب النبي. والفرزية ده ايه؟ ب 39,300، وربنا يبارك لصاحب النصيب. رقم التليفون 010-90-60-97-17. رقم التليفون التاني 010-9-42-41-47-1. اللي بيحب النبي صلى عليه. بقولنا ده ايه؟ ب 44,500، وده ايه؟ ب 39,300، وربنا يبارك لصاحب النصيب.